مصر أنتم ونحن إلا إذا قامت بتفريقنا دواعي الشقاء. مصر ملك لنا إذا ما تماسكنا، وإلا فمصر للغرباء. إسماعيل صبري هو شاعر وطني من طراز فريد، جمع بين الرقة والشجاعة، بين الحس المرهف والجرأة الشديدة. فقد ولد صبري في القاهرة عام 1854، وعاش يتيماً وأحب الشعر. التحق بمدرسة المبتديان وتخرج من مدرسة الحقوق، ثم سافر في بعثة رسمية إلى فرنسا. وعندما عاد إلى مصر انتظم في السلك القضائي، وتم تعيينه مساعداً للنيابة العمومية لدى المحاكم المختلطة، ثم صار وكيلاً لمحكمة طنطا الابتدائية، وبعدها أصبح رئيساً لمحكمة الإسكندرية الأهلية، وتم اختياره نائباً عمومياً لدى المحاكم الأهلية. ومن أهم المناصب التي تولاها إسماعيل باشا منصب محافظ الإسكندرية. وأثناء وجوده كمحافظ، أراد الزعيم مصطفى كامل أن يعقد اجتماعاً في الإسكندرية يلقي فيه خطاباً سياسياً، فأرسلت نظارة الداخلية تعليماتها إلى المحافظة بإلغاء الاجتماع. لكن إسماعيل صبري احتج قائلاً: أنا المسؤول عن الأمن في محافظتي. ووافق على عقد الاجتماع الذي ألقى فيه مصطفى كامل خطاباً تاريخياً ضد الاحتلال البريطاني. يعد صبري من أعلام مدرسة الإحياء والبعث، ورغم ذلك لم يهتم بجمع قصائده بين دفتي كتاب، وترك تلك المهمة للأجيال التي لحقتها. وبعد رحيله 15 عاماً جمع أصدقاؤه قصائده في ديوان كتب مقدمته عميد الأدب العربي طه حسين، وغنى عبد الحمولي من كلماته ومن شعره: شكراً على ما بدا من صدق ودكم، فإنني من صميم القلب ممنون. والله ما بعتكم حباً بغيركم، ولو فعلت إذن إني لمغبون.